عايز اعرف بقى انت اتجوزت امتى؟ انا اتجوزت من 15 سنه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي ساعتها 17 اعتقد او 18. طب وازاي تتجوز وانت صغنون كده؟ انا من بيت متدين جدا. يعني اسره متدينه ما لهاش علاقه بالفن اصلا. فلقيت نفسي داخل الوسط الفني، فانا مش كانش عاجبني الوسط، وابتديت الاقي نفسي هنحرف حاجات انا مش يعني مش بتاعتي، مش ستايلي. فقررت ان انا اتجوز، وقررت ان انا احب، واتجوزت والحمد لله يعني ربنا وفقني. طب واتجوزتها جوازة صالونات ولا عرفتها وحبيتها؟ لا انا بتجوز بعقلي وحبيتها طبعا. يعني الاول عقلك قرر ان دي، طب ايه اللي عقلك قاله لك؟ لا عقلي قرر ان انا هتجوز. ان هتتجوز اي حد. ولحد ما لقيت بقى مراتي، حبيبتي، روح قلبي، حياتي، نفوسي، عشقي. يا خلاتي. فقلت لها تتجوزيني. طبعا هي بالنسبه لها كانت كنا في حفل. اول كلمه كده على طول؟ اول كلمه. يعني ما كنتش تعرفوا بعض قبل كده؟ انا شفتها قلت لها تتجوزيني على طول. احلف. والله العظيم. سامع؟ سامع؟ سامع يا اللي يتأسف عمرك؟ معلش. دي حاجات كده. طب الجوازه ناجحه؟ بقى لها 15 سنه الحمد لله. سامع يا اللي تتشك في معاميعك؟ طب انا سامعه كده ان مراتك مسيطره عليك شويه، ده عادي ولا ده كلام برضو اشاعات؟ ما هو طبعا مسيطره عليا طبعا. مسيطره على عقلك وتفكيرك كل ولا حاجه؟ كل حاجه. يشرفني على عجين ما لخبطوش. يشرفني. الله. طبعا. والنعمه ده عسل خالص يا جماعه. الله. شايف الرجاله يا اللي اقول فيك ايه.